we see our history in their eyes. نرى تاريخنا في عيون الفلسطينيين. التشرد والحرمان ورفض الهوية الوطنية والتهجير والتمييز والجوع الآن. And now hunger. كانت هذه إجابة رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارتكار عند سؤاله لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني. فارتكار قارن الأحداث في قطاع غزة بماضي أيرلندا. As you know, the Irish people are deeply troubled. كما عاتب الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو الأصول الأيرلندية خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في البيت الأبيض. Leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. في الكلمة التي ألقاها فارتكار بيّن أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاماً مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي، ليقارن المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده. And after 100 years of violence, فارتكار شدد على أن أيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن الأيرلنديين يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة هناك. كما ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي بايدن ابنه الذي حارب في العراق والدعم الأمريكي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط، في الوقت الذي لاقت فيه تصريحات فارتكار تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل.